يموت، بس هو بابك بيشتغل فينا عشان يحصل لهم كل ده. هقول لك كمان يعني ايه اشاعه وهقول لكم كله. انا مريم محمد هتكلم عن الاشاعه. زمان كان في عالم اسمه هنا، العالم ده قدر ان هو يحصل على صخور بتحتوي على عنصر اليورانيوم، حطها في درج ما فيهوش اي حاجه غير الواح زي دي، وكان كل يوم يفتح الدرج عشان يبص عليهم، بس لاحظ حاجه غريبه قوي، لاحظ ان الالواح دي لونها كل يوم بيغمق عن اليوم اللي قبله، وده كان اول دليل على وجود حاجه اسمها الاشاعه. طيب الابحاث فضلت مستمره بعد كل ده، ما وقفتش عند الحته دي، واللي ساعدهم اكتر اكتشاف تركيب الذره. ايه هي الذره؟ الذره هي اصغر حاجه في اي حاجه. طيب بتتكون من ايه؟ بتتكون من ثلاث اجسام بتربطهم طاقه ببعض. ايه هي الاجسام دي؟ بروتونات ونيترونات بتمثل النواه اللي في مركز الذره وبتدور حواليها الالكترونات. طيب الذره يا اما تكون مستقره او غير مستقره. ايه هو برضو الاشاعه؟ الذره لما تكون غير مستقره بتبدا ان هي تطلع طاقه او جسيمات من نفسها علشان ترجع لحاله الاستقرار اللي هي كانت فيها الاول، زي بالظبط الام. الام لما تكون متضايقه بتفضل ان هي تعمل انشطه علشان ترجع لحاله الهدوء اللي هي كانت فيها. طيب في ثلاث انواع رئيسيه، مش هما دول بس دول الرئيسيين من الاشعاع، اشعاع الفا بيتا جاما. الذره بتبدا ان هي تطلعهم بره علشان ترجع لحاله الاستقرار. الذره اللي بتطلع اشعه الفا شبه الام اللي لما بتتعرض لضغوط تقعد على جنب بتضغط عليها. طب هي كده بتعمل ايه؟ هي كده بتطلع جزء من جوه لبره. اشعه الفا عباره عن جسيمات موجوده جوه الذره بتطلعها بره في الهواء علشان تستقر. تاني نوع من الاشعه اشعه بيتا، وهي الام اللي لما بتتعرض لضغوط بتحرق وفيرة عشان تقص شعرها. ثانية كده، يعني هي بتفقد جزء من التركيب الخارجي ليها بالظبط. اشعه بيتا عباره عن الالكترونات اللي موجوده بره واللي بتمثل التكوين الخارجي للذره. اخر نوع من الاشعه هي اشعه جاما، وهي الام اللي لما بتتعرض لضغوط بتروح الجيم عشان تلعب رياضه وتطلع طاقه. اشعه جاما عباره عن طاقه موجوده جوه الذره بتطلعها بره علشان تنتشر في الهواء على شكل موجات. طيب دلوقتي الثلاث موجات الثلاث اشعاعات دول لو دخلوا جسمنا هيسببوا لنا امراض كتير زي اللي حصل لزمايل بابا نور. السؤال بقى، هل ممكن اللي كان السبب في الامراض دي يبقى هو نفسه السبب في علاجها؟ شكرا.